محطتنا الأخيرة يا سالي، أكيد مع عالم الصحة والغذاء، لنتعرف أكثر على آلية التنحيف وتكسير الشحوم، ونتعرف على الآثار السلبية والآثار الإيجابية لهذا الموضوع، ونتعرف على الحميات الغذائية كمان المرافقة لها الموضوع. اليوم معنا أخصائية التغذية آية جسري. يسعد صباحك آية، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. صباحك آية. يسعد صباحك. يعني دائما الصبايا بحبوا يكون جسمهم حلو، كلنا بنحب يكون جسمنا أكيد. حلو، بيلجأوا لريجيمات لدايت احيانا ما بتزبط معهم بسبب تكدس الدهون بمنطقه معينه. هون الصبيه بتدور على شيء اسمه تكسير شحوم. خلينا بدايه نعرف مشاهدينا شو هو تكسير الشحوم. تماما. هلا تكسير الشحوم عاده بيكون مسلط على منطقه معينه، لانه احنا لما نعمل دايت خاصة انه شكل الجسم هو بيكون موجود على المادة الوراثية لكل صبية. ففي صبايا كثير انه لما بيعملوا دايت بينحف مثلا وجههم. تماما. هذا الشيء كثير بيضايقهم. صحيح. ما بتنحف المنطقة اللي هن بدهم اياها. فنحن بهاي التقنيات عم نساعدهم ينحفوا المنطقة اللي بدهم اياها. طبعا هاي التقنيات عديدة منتشرة بشكل كبير، بس تتفاوت بيناتها بحسب طبيعة كل تقنية انه قد ايه هي بتعطي نتيجة. صحيح. اكيد. خليني ابدا بالحديث بس عن احدث وافضل تقنية اللي هي الكرايو. الكرايو هي تفتيت او تكسير الدهون بالتبريد. الكرايو اول شيء بس بنعرف فيهم هن عبارة عن مقابض واسعة بتحتوي على الواح تبريد. تعمل فاكيوم للمنطقة اللي فيها سماكة دهنية اللي نحن حددناها مسبقا قبل الجلسة. طبعا بعد هاي الفاكيوم او الشد او السحب لهاي السماكة الدهنية نحن بنعير هون الجهاز لمدة زمنية معينة لحرارة معينة. هو عبارة عن 4 ستيب. اول ستيب هو ستيب التبريد، وبعدها بيجي ستيب التسخين، بعدها تبريد، وبعدها تسخين. هون اللي عم بيصير انه هاي خاصية انتقائية للخلية الدهنية، كون الخلايا الدهنية 70% من تركيبها عبارة عن ماء. فاللي بيصير بالتجميد اول شيء انه بيكبر حجم الخلية الدهنية، وبعدها بالستيب التسخين عم بيتم تكسيرها. يعني تماما رح شبه لك اياها بعبوة زجاجية لما نحن نملاها مي ونحطها بالثلاجة بتصير تتكسر. هاي التقنية انه هي ما لها كثير الى اثار سلبية اكثر من الايجابية. كثير كمان عم نسمع انه ما لها نتائج، يعني النتائج الصبية اللي عم تطمح فيها ما عم تاخذها من هاي الآلية الكرايو. شو ممكن انت تحكي على هذا الموضوع؟ تماما. انا جاي بدي اقول لك انه هلا تحدث كثير اجهزة الكرايو. كان تمام. سابقا المقابض بلاستيكية، فكان لما يعمل فاكيوم لمنطقة بالجسم كان يسبب ازرقاق وكدمات. شغلة تانية كان يعمل حروق بالجلد. هلا في بعض مراكز التجميل مثلا ما عندهم هاي الخبرة، ما بيحطوا قبل ما يحطوا مقبض الفاكيوم ما بيحطوا طبقة انتي فريزينج او مانع للتجمد. ونحن بنعرف انه شدة البرد بتحرق مثل شدة النار تماما. فهلأ هاي اشياء بدها وعي، يكون المقبض من السيليكون، نحط طبقة الانتي فريزينج ما ننساها، نعرف نحن نعير المدة الزمنية المعينة والحرارة، وكمان نحن نوع على موضوع الحمية الغذائية. يعني لما يكون اختصاصي تغذية هو اللي عم يشتغل على هاي الأجهزة عم بيكون واعي لموضوع الحمية الغذائية ويوعي المريض لهذا الشيء، فعم بتكون الفائدة كتير كبيرة. حلو. يعني آية خلينا هلأ نفوت بالمشاكل أحيانا اللي بيعانوا منها الصبايا الهرمونية يلي هي بتسبب سمنة لهم، فشو ما لجأوا لوسائل سواء كان دايت أو حتى تكسير الشحوم فهنا لازم يعالجوا هرموناتهم قبل. قديش بتنصحي انه الصبية اللي بدها تجي او الست، حتى في ستات لانه كثير هلا عم يعملوا لناحيه البطن بيعانوا منها، بتعرفي بعد الولاده وحدا جايب 4 5 اولاد فاجباري بده يرهل، فشو بتنصحي انت يعملوا قبل؟ يفحصوا حالهم، يعالجوا هرموناتهم، بعدين يجوا. تماما. هلا 70% من الصبايا اللي بيجوا لعنا على العيادات بيكون معهم المبيض متعدد الكياسات بي او اس، يعني هو مرض العصر حاليا. وهن للاسف يعني نحن ما عندنا ثقافه انه نحن نشيك على وضعنا عن طبيب نسائيه كل فتره والتانية. صحيح. فهذا الشيء اما نحن بنكتشفه بنوجههم عن طبيب نسائيه، واما هي بتلاحظ من الاعراض اللي بتظهر عليها. هلا غالبا لما بتجينا صبيه وفي عندها هاي البدانه الذكريه او في عندها بطن، نحن هون يعني لحالنا بيخطر لنا انه ممكن يكون في عندها زياده بهرمون الاندروجين. فنحن بنوجهها لاختصاصي نسائيه اكيد. اذا تم العلاج واعطيناها نحن هاي الحميه الغذائيه الصحيه، كمان الحميه لها دور كثير كبير بمعالجه المبيض متعدد الكيسات، هي عم تستفيد بشكل كثير كبير.
على هاي الأجهزة، بس طالما وضعها هي غير معالج ما رح تستفاد نهائيا. طيب إذا طب أكيد هي يعني وضعها تمام، وضعها الصحي تمام، هرموناتها وقصص، بس هي بتعاني من وزن زائد بسبب مثلا بتاكل كثير أو أي شيء ثاني، طيب كيف ممكن أنت تبلشي معها؟ عم نحكي مو الوزن العادي، مو اللي عندها يعني شيء بسيط ممكن يروح خلال بأجهزة تكسير الشحوم اللي وزنه كثير، تنصحيهم بعملية ولا ممكن تطلع نتيجة أكيد من خلال هدول الأجهزة؟ أنت برأيك شو؟ هلا هاي حسب البي ام اي تبعهم او مؤشر كتله الجسم. نحن مجرد ما يدخل اي مريض على العياده مشان ما نغشه نحسب له هذا البي ام اي، فالبي ام اي اذا كان من 18.5 لل 25 او 24.9 وهي بدها تنحف منطقه معينه نبدا دغري، حتى ممكن ما نعطيها حميه غذائيه كامله، ممكن نعطيها بس تعليمات صحيه كافيه. اما اذا كانت من 25 لل 29.9 هي اكيد يعني بنعطيها حميه صحيه مع اجهزه التكسير. بيمشي حميه كوزن زائد كثير اجى لعندك مثلا على عياده اعطيتيه حميه ومشي عليها وقد ايه يعني احلى نتيجه حصلتي عليها من خلال فتره عملك يعني برايك؟ احكي لنا على التجربه. حميه لحالها بدون اجهزه؟ تمام. هلا في مثلا خلال 6 شهور بقدر انا انزل يعني حوالي 24 كيلو. نعم. هاي طبعا نزول صحي. انا ضد كثير الحميات القاسيه اللي بينزلوا فيها نزول كبير رح يتبعوا زياده كبيره بالوزن، هذا شيء اكيد، فلا انا بنزل بنزول بطيء يعني بفضل هاي الطريقه، مع انه نحن فينا ننزل نزول سريع بس يعني نحن كاختصاصيين تغذيه ما بنشجع هاي الطريقه نهائيا. نعم. هلا بالنسبه للي عندهم بدانه زائده وبدهم يعملوا هاي جلسات التكسير، لا نحن بالبدايه يعني بيكون بي ام اي فوق 30. بس لنعرف البي ام اي، هلا اي حدا عم بيشوفنا بيقدر يحسب البي ام اي تبعه. صحيح. هو الوزن على مربع الطول بالمتر، بيطلع معه رقم معين. لو كان هو فوق ال 30 هذا في عنده بدانه، نحن هاي البدانه ممكن نعالجها بالبدايه بحميه او كورس معين علاجي بحميه غذائيه وبعدها نبدا بهي الجلسات. لا اذا هو مثلا حابب يبدا بالجلسات ما في مشكله، بس بنعمل له اكثر من كورس، يعني ما بكفي انه نعمل له منطقه واحده، رح نعمل له كل المناطق حتى يصير تناسق كمان. حلو. صرنا نسمع بكثير حميات آية من الكيتو مثلا، بيجوا لك احنا بدنا كيتو، طب الكيتو ما بيمشي مع جسمك، احيانا بيجوا بالعكس نحن بدنا ايضا دايت او حميه غذائيه بتناسب مزاجه وشو بحب ياكل، مثلا ايه حطي لي بالحميه شوكولا مثلا، شوكولا هو لازم يكون بالحميه، بس يعني انه ما كل الحميات بتناسب الاشخاص، ما كل الحميات تناسب ايضا تركيبه جسمه للشخص. قد ايه مهم ايضا انه نحن نعمل فحص حتى السوائل نعرف قديش كميتها بالجسم، لانه في سوائل احيانا هي بتعطي وزن للجسم. تماما صحيح. هلا كل شخص مثل ما تفضلتي بتختلف حميته عن الشخص الثاني. هلا في اسلوب جديد انا متبعته حاليا بالعياده، انه اي حدا بيجي بعطيه مثل حميه تجريبيه، هاي الحميه التجريبيه مدتها اسبوعين، ممكن حتى احيانا من اسبوع يبين معي بعطيه هاي الحميه بشوف هو نزل عليها او لا. هلا ممكن انا اركز بالحميه على النشويات فرضا. تمام. في ناس فعلا بتسمن بس على النشويات، يعني ما بتسمن هي لو اخذت بروتينات. هلا بالنسبه لحميه الكيتو، حميه الكيتو هي بالاساس لمرضى الصرع، ما انا بالاساس للتنحيف. هلا كله عم يعمل كيتو. صحيح، هي يعني مثل موضه هلا، بس ابدا ما انا مناسبه. اول شرط من شروط الحميه الناجحه انه هي تكون قابله للاستمراريه، انه نحن فينا ناخذها مدى الحياه. الكيتو نحن ما فينا ناخذه مدى الحياه، وهو كمان فيه أثر للأسف، حتى ما في دراسات طويلة المدى على تأثير الكيتو، أنه بعد الست شهور مثلا شو ممكن يعمل. نحن بنعرف أنه كمية الدهون الكبيرة أكثر من 70% ممكن تعمل سرطانات، فنحن ما فينا يعني ما في دراسات انعملت على مدة طويلة، كل الدراسات مدتها 3 شهور، انكترت 6 شهور. نعم. فكيف نحن ننصح حدا فيه؟ وللأسف النزول اللي بيعقب حمية الكيتو عم بيكون الارتفاع بالوزن كتير شديد. تمام. فكمان هي المشكلة. كمان ننتبه على هاي القصة. كمان كتير من السيدات عملوا الدايت مثلا ومشي حالهم، بس صار عندهم مشكلة أكبر، هي ترهل بالجسم بطريقة كتير بشعة، سواء بالإيدين ولا بمناطق ثانية. كيف ممكن أنت بتنصحي السيدات اللي بيجوا لعندك اللي عندهم هاي المشكلة شو يعملوا؟ ولا في آلية أو في أجهزة ممكن تساعد وتشد المناطق اللي مريحة لعند السيدة؟ صحيح. هلا هون الاجهزه بتلعب دورها كمان، انه احنا في عنا الراديو فريكوينسي 6 كولر، هذا بيعمل على شد الترهلات، اول شيء بجدد الخلايا الكولاجينيه والياف الالاستين، وكمان ببيض المنطقه الداكنه. نعم. هذا اللي بتعاني منه السيدات اللي عندها حمول سابقه، بترق عندها منطقه البطن وبصير في تجاعد، فهدول الفئه كثير عم تستفاد.
على هاي الجلسات. أكيد. يعني نصائح أخيرة منك آية لكل يلي عم بيتابعنا، بما أنه إحنا هلأ وصلنا بالختام حديثنا، ولكن هيدا الفقرة جدا مهمة وأنا كمان هيك مستمتعة فيها، فكيف المشاهدين اللي بيهمون الدايت فالقصص بدنا نصائح. صحيح، وأنا كمان بيسعدني أنه وجه نصائح من خلال محوركم هاد لكثير من الناس، أنه يصير عندهم وعي أكثر حول تقنيات أجهزة التنحيف، أنه هن يقروا عنا أكثر. نعم. يعرفوا أنه هي ما بتناسب كل الناس، يلجأوا لحدا مختص صحيا، إما اختصاصي تغذية أو طبيب، لحتى يعملون هاي الأشياء. هلأ للأسف هاي الأجهزة موجودة بكل مركز تجميل. تمام. حتى في ناس بتجيبها لعندها على البيت وهي بتقعد بتعمل عليها، يعني عم بيصير كتير أخطاء بهاي الموضوع. كمان الدايت مو أي دايت منشور على السوشيال ميديا نحن نتبعه، الدايت بيناسب الشخص مثل البصمة، مثل البصمة لإله. صحيح. فنحن الأفضل أنه يكون كمان اختصاصي مشرف على الموضوع لحتى نحافظ على سلامة.